الله بالخير يا ايوه الخير. هذه اللقطات من الشارع البانورامي اللي في سويسرا اللي اسمه كلوسن باس. هذا في الطريق الى القمة. التقاط على الطريق، ما زلنا في الشارع البانورامي كلوسن باس. من نفس الشارع البانورامي السويسري التقاطه. طلعنا من السيارة، هذا من شوف الشلال اللي من الشارع البانورامي كلوسن باس في سويسرا. شوفوا إبداع الخالق. يا رب يا رب، هذا من الشارع البانورامي كلوسن باس السويسري. هذا هو الشارع. هاي ذوبان الثلوج يا اخوان. مسوي هالشلال هذا. بعدين تبدأ في النزول. هذا كلوسن 1952 متر 6400 فوت. هاي قمة الشارع. وبعدين تبدأ في رحلة النزول. لكن أنا برجع وين جاي. هاي كنيسة صغيرة فوق، حمامات كرمكم الله، نظيفة ومرتبة، مطعم موجود اللي يبغى شيبس واللي يبغى بيتزا واللي المطعم موجود. هذا بعض الشيبس من المطعم، تعرفون انتو البطاطا الأوروبية عجيبة، مو مثل البطاطا اللي عندنا في الخليج. أكثر البطاطا اللي عندنا في الخليج تينا من الهند، فيعني طعمها غير، اختلف عن البطاطا الأوروبية. البطاطا الأوروبية خصوصا الهولندية شيء خرافي. هذا تقرير عن الشارع البانورامي كلوسن باس في سويسرا. ان شاء الله اضفت لكم بعض المعلومات المفيدة سياحيا. وبعد ترى يا اخوان المكان في الشتاء، لا تفكرت يا المكان في الشتاء طبعا الا في ايام الصيف. نروح الحين بنطعم البقر، مجهز لهم بعض الخبز. هذا مطعم وفندق مثل ما صورنا لكم. تعالي شبعان، اشوفك ما تبغي تاكل الخبز، شبعان مول. نروح عند غيرها، بنشوف غيرها.
هذه أظني بتاكل. تعالي 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 ابدا ابدا. نواصل نواصل، ولا واحدة رضت انها تاكل من الشبع اللي فيهم ابدا، ولا يعطونك ويه. لكن لو عندنا في الخليج بتاكلك انت والسيارة وثيابك. وتم الخبز في دي، ولا واحدة رضت تاكل. هذه لقطات عن الشارع البانورامي. ما زلنا في كلاوسن باس، الطريق البانورامي السويسري. تيل ومطعم في القمة. وهذا الفيو مال الاوتيل. اسمعوا 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 جراس البقر. ترى هني عادة بعد عندهم في سويسرا، كل ما كبر الجرس كل ما كان يعني صاحب الابغار هاي غني لحجم الجرس المعلق في رقبته. السبلينج مال الشارع كلاوسن باس، هذا شارع مشهور جدا في سويسرا. الغزلان اللي بالاتجاه حاليا الى مزرعة الغزلان في سويسرا، قريبة من الشارع البانورامي. يتشمسن يتشمسن. شوفوا هلو هلو. نواصل نواصل حاليا في نزول.